نظم أزيد من 100 مكتتب بوهران وقفة احتجاجية بموقع سكناتهم الترقوية بمنطقة بلقايد بسبب تماطل المرقي العقاري رغم انتهاء المشروع الذي تم الانطلاق في إنجازه منذ 2011. المحتجون من المكتتبين طالبوا الجهات الوصية وعلى رأسهم والي الولاية التدخل للضغط على المرقي من أجل تسليم عملية تسوية الإجراءات القانونية المعمول بها وتحرير عقود الملكية. ميكروفون كريمة سواق. qui ont démarré en 2010, en 2011. La Nachitel est en 2010. Nous sommes en 2020 et on n'a rien. Rani Kari, Manishkad. Le promoteur, on ne le voit pas. Téléphone, mais Wajib, le bureau, mais cash. Chantier, mais cash. Le chantier est à l'abandon. Mais cash, Kadama. Marche à faire, on va dire. Oui, Raham, les autorités. Monsieur Louali, Sid Louali, notre jour, Kadinassadou. Gare Karine. كاين اللي راه كاري، كاين اللي راه يقلعها من كرشا وريك ماهوش قاد. وين نروحوا حنا ولمن نشكو؟ لمن اكي؟ وين نروحوا؟ وين نروحوا؟ ديت لوجمون هنا عند البروموتور، الوغ جي بي 450 مليون اي نون با 300 مليون، اي جو سوي بريت بور كومبليتي لا سوم، مي ا كونديسيون قدام النوتير. باسكو صافي تخي لونتون كنت نورمالمون كنت نمشي عند النوتير، مي ما مشيتش. Mais je, quand il goulait après.